مري يا مري، اهدى اهدى صحيح ده يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. مين؟ أما ايه؟ مالك يا أما؟ مالي؟ مالك؟ ما عرفاش يا بنتي، راسي عطق مني يا بنت. شوكيش عطق في دماغي. الحقيني يا بنت الحقيني. يا لهوي يا مري، انت سخنه مولعه جايده نار. يا عمتي يا عمتي يا مري، الحقيني يا عمتي. احيانا الحقيني جرايبي فيه، امي مولعه نار. خرابي الحق يا ابوي يا ابوي يا ابوي. مالك يا جبري؟ يا ابوي يا لهوي، دي مولعه يا بنت. اجري هاتي ميه ساقعه وخلقه بسرعه. سلامتك يا جبري. سلامتك يا اختي. بتبصي لي ليه كده؟ جرايي بطمن عليكي. شمس كانت هنا؟ هي راحت فين؟ راحت تجيب ميه وخلقه عشان اعمل لك كمادات. بقول لك ايه يا فوزي؟ دي حبيبتي. ها؟ من عيني من جوه والله. انا وانت يا بت ملناش غير بعض، مش كده؟ انت عارفه غلاوتك عندي. ما هو كان باين في كلامك. كلام اهدي عبيطة انت اياك. طب بالك انت، انا اول ما عرفت اني في عريس جايلك عارف عملت ايه؟ اتفقت على عجل. عجل نذبحه ونفرجه عشان نخزي العين، الموضوع يتم ان شاء الله. انت مش مصدقاني ولا ايه؟ لا مصدقاكي طبعا. تصدقي يا ندى، والله العظيم انا معجب بيكي كده من ساعه ما شفتك وانا عمال اقول ايه الاداء الروعه ده. انت بتتكلم بجد ولا بتجاملني؟ يا سلام، وهي الحقيقه فيها مجامله؟ طب انت عارف بقى، دليدة حكيت لي عنك كتير، بس قالت لي ان انت خلبوس شويتين. ايه خلبوس دي؟ قديمه قوي. والله العظيم يا بنتي انا غلبان جدا. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ ما تيجي النهارده اعزمك في السويت بتاعي. ايه رايك؟ موافق اهو، بالمره نعيش الغلب سوا. يلا. ده انا بقى هوريك انا غلبان ازاي. وي خلصتي شغل الساعه انا لسه خلصت من بيتي طالع دلوقتي. السلام ورحمة الله. ازيك عبد الحكيم؟ الله يسلمك، عمر مقبولة إن شاء الله. يا ريتك جيت معايا. كله بأوانه. على كل حال، الحاجات دي بتبقى دعوة من الرحمن. لما ربنا يكتبها لك مش بإيدك، تقبل ولا ترفض. هتلاقي نفسك سايب اللي وراك واللي قدامك وحالك وبحتالك واخد بعضك ورايح على هناك على طول، من غير حتى ما تفكر. عوجت يعني المرة دي؟ صنع لي واحد صديقي هناك مسك فيا يعني أقعد يومين جنب الحرم. بيني وبينك أنا اللي جيتها فرصة، أهو الواحد يصفي نفسه وينظفها من الذنوب اللي عليها طول السنة. بقول لك إيه يا عبد الحكيم، خلي بالك من بنات أخوك عبد الله الله يرحمه. أنا مش هوصيك عليهم، أنت بقيت دلوك قبليهم. ده كلام؟ هتوصيني على بنات أخوي برضه؟ أودي، بس أنا يعني شايف إنك تجيبهم هنا يقعدوا معاك أو بيبقوا يعني قدامك وتحت عينيك. وده اللي أنا ناوي أعمله. إيه؟ دخل دماغك؟ إلا دخل دماغي، ده عسل، عسل. عشان تعرفي بس. طب بقول لك إيه؟ قولي. أنا عايزة أبقى غنية، وعندي فلوس كتير، كتير أوي أوي أوي. كده وش؟ وش. وبصراحة بقى أنا عارفة إن أنت تقدري تخليني كده. طب بصي بقى يا حبيبتي، عشان بقى أحبك وتبقي كده قريبة من قلبي، لما تحبي تعرفي حاجة إبي بيسأليني أنا، ما تسأليش حد تاني. مجدي. مجدي إيه ده يا بت؟ ده حتة خدام كبير وكده يظبط لك الشيشة،
بطلي بقى مشي العوالم ده وكبري دماغك. طب قوليلي اعمل ايه؟ سليمان ده سكته حلوه. طب وعبد الحكيم؟ انا نمرته معايا وعارفه كمان انه مليان قوي، وبصراحه بقى انا قاعده بفكر مين فيهم اللي يجي منه. سليمان ده وصايع لفي في الدنيا، اي نعم هو اصغر من عبد الحكيم لكن دماغه دي سم، هيقعد بقى يقول لك حبه كلام كده ناعمين على حبه كلام حلوين علشان ياخدك في ديله. لكن عبد الحكيم راجل بتنقح عليه رجولته، لو حسستيه ان هو على الحجر وان مفيش قبله ولا بعده هتاخدي منه كل اللي انت عايزاه. يعني ممكن يتجوزني؟ ممكن، بس هيكون لشروط. وايه المشكله يعني؟ شروط شروط، المهم انا هاخد ايه من وراه. والله بقى انت وشطارتك. ايوه بس انا لو اتجوزت عبد الحكيم هخسر سليمان. سليمان ايه يا بت؟ سليمان ده عمره ما هيديلك اكتر من اللي هو عايز يديهولك، اساليني انا، ده مش سهل. ايوه بس خساره، ده كان عسل عسل قوي. تقصدي ايه يا نادي؟ اقصد انه مفيده اللي البلد كلها بتقول انها اختفت ولا ماتت ولا خطفها الجن، كانت طالعه مع مروان والد عمك وفريده، كانوا لفينها في الطرح كانهم ما عاوزينش حد يشوفها، وركبوا عربيه مروان وطلعوا بره البلد. بقولك يا ناديه، قولي كده اللي في دماغك عشان انا ما بحبش اللف والدوران ده. اكيد في حاجه بين مروان والبت مفيده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ست ناديه؟ الحمد لله. منوره ست زينب. الله يخليك. منوره الدنيا كلها. أبوك موجود؟ نايم. طب لما يصحى قولي له إن جناب العمدة عايزه. خير في حاجة؟ لا أبداً، هو عايزه. حاضر. منورة ست زينب، ده جناب العمدة هيتجنن. سلام عليك. سلام عليكم. سلام ورحمة الله. هو في إيه؟ أنا عارفة. بتبص لي ليه كده؟ مستغرب. من ايه؟ خايف عليه؟ ربنا بيقبل البني ادم حتى لو عمل اقبح الذنوب، احنا بس اللي مش عايزين نفهم ان من حقي كل واحد يعيش مره واثنين وثلاث. هو الواحد يعني بيعيش اكتر من مره ولا ايه؟ لما يبقى الواحد بيموت 100 مرة يبقى يقدر يعيش 100 مرة. أنا مت مليون مرة لما اتجوزت جوزي الأولاني، كنت بموت وأنا معاه، كنت بموت لما بشوفك ومقدرش أقول لك إني بحبك، كنت بموت لما أهل البلد قالوا علي إن أنا اتجوزته عشان فلوسه وإن أنا اللي موتته، كنت بموت لما خلاص ما عادش في أمل إنك تبقى ليا وصحيت من الموت على صوتك، عشت حياتي مليون مرة وأنا بين إيديك. رايح فين؟ عندي شغل وحد يشوف بنات عمي. رايح لزينب؟ اشمعنى زينب يعني؟ زينب حلوة كلامها قريب يمس القلب، أنا حسيت إنها قريبة منك. أنت اتجننتي. أنا ما قلتش حاجة فيها جنان، أنا بقول لك خد بالك عشان زينب كلامها حلو صح، بس اللي على لسانها مش هو اللي في قلبها. انا الست وافهم اللي زي زينب كويس قوي. ست فريده انا خايفه. في ايه؟ اهمدي شوي. هيموتني انا عارفه. لا مش هيعمل كده. وحياتك انت عندي هيعمل كده، هو مستني بس نولد. عايزه الحق اللي عملتيه ده تستحقي عليه القتل. حبيته وصدقته. غبيه وعبيطه. ساعتها الواحد ما بيبقاش مصدق ان اللي قدامه ممكن يسيبه ولا يبيعه. كل حاجه ليها حد، حتى الحب. طب ما انت هو يا ست فريده قابله اللي المفروض انك ما تقبلهوش. ايوه هو معاكي النهارده، بكره هيقول لك مع السلامه،
لا معاكي ورقة ولا معاكي حاجة تثبت انكم متجوزين. مش يمكن هو زي اخوه الجدر واحد يا ست فريدة؟ انا اللي عارفاه ومعارفة كيف يفكروا. صدقيني انت وقفتي جاري وانا مش هنسالك دي ابدا، ومعاكي وخدامتك وتحت رجليك يا ست فريدة. طب كلي. يعني ايه؟ ممكن يبيعني هو كمان؟ ممكن يرميني؟ لا لا، مروان ما يعملش كده ابدا. ازيك يا مروان؟ والله وحشتني. في مصر مفاجأة حلوة. سليمان تمام، سافر كم يوم كده في شغل وراجع. انا قلت انك فكرت وقررت وهتقولي انك هتشاركنا. ماشي، انا عندي مشوار كده صغير هخلصه وهبقى فاضيه وهنتغدى مع بعض في البيت عندنا طبعا. اوكي باي. يا كريمة بتتكلمي ساكتة ليه؟ عايز نقول ايه يا عبد الحكيم؟ انت اللي طلبت تبقى معايا. ان جيت للحق كنت مستنياك انت اللي تطلب. لو هتتكلمي في موضوع المراز ليه؟ لا انا جاي اقعد هنا. ايه؟ خلاص ماليش حاجة هناك، لا بيت ولا فلوس. وان جيت للحق حاسه ان روح عبد الله بتحوم هنا في البيت، وانا عايزه ابقى جنبه. ايه المطلوب؟ انا عايزه اخر ايامي تبقى هنا واتدفن جنب عبد الله، وانا مرات اخوك في الاول وفي الاخر، يعني بيته هو بيتي. انا عايزه اقعد معاك يا عبد الحكيم، وما شاء الله البيت هنا كبير واوضه كتير يستعمل حبايب الف، وانا مش عايزه الا اوضه اقعد فيها واتونس بيكوا وبحسكوا معايا. طب والبنات؟ والله اللي عايزه تيجي اهلا وسهلا، اللي عايزه تخليها هناك هي حره. كلام اهدى يا كريمه، عايزه البنات يقعدوا في مصر لوحدهم؟ والله اللي هتؤمر بيه كبير يمشي صيف على رقبتنا كلنا. ده الرضا ده كله عايز الحق. انا فكرت، هو أنا يعني عايزة إيه من الدنيا غير إن بناتي تعيش عيشة كريمة ومستريحين؟ على الأقل أضمن لما يجوا هنا هيتجوزوا جوازة كويسة. وأنا ما عنديش مانع يا كريمة. كنت متأكدة من طيبة قلبك. حسن؟ تليفونك مقفول. أصلي متضايقة شوية قلت أقعد مع نفسي. ومفيش حد هنا ولا ايه؟ لا مفيش، تعالى. عينك. عيب، ده انت بنت عمي. هو انت بترحم؟ مش للدرجات دي يعني. تشرب ايه؟ اي حاجة من يدك. طب المطبخ عندك، اعمل بقى اللي انت عايزه. في ايه؟ جرأت قوي على فكرة. ما تيجي نهاجر. نهاجر؟ أنا قلت حاجة غلط؟ يعني أكيد عامل مصيبة. ما هو اللي زيك ما يقولش كده إلا لما يكون عامل مصيبة وعايز يهرب منها. وطبعاً قعدت تفكر طول الليل أهرب إزاي من المصيبة دي، فما لقيتش غير الهجرة. وطبعاً مش هتهاجر لوحدك، عايز حد يشجعك ويقف جنبك، فما لقيتش غير المجنونة اللي قدامك. رغم ان كلامك مش صح، بس بصراحة انت المجنونة اللي وردت على بالي. وانا لا يمكن يا حسن اسافر مع حد ما بحبوش. عايزة تقولي انك ما حطاش عينك عليا؟ انت عبيط يا ابني انت. او انا عشان باخد ودي معاك في الكلام كده ابقى خلاص حط عيني عليك؟ لا طبعا. طب قلت ايه في اللي بقوله؟ والله افكر. بيني وبينك بس انا نفسي اسافر بره، نفسي اروح بلد كده لما احب انزل بالمايوه في الشارع
محدش يقول انت بتعملي ايه. مايوف الشارع حلاوتك يا بنت عبد الله. انسي، انا لا يمكن اعيش هنا ابدا. بقول لك ايه، وطي صوتك، هتعيشي هنا غصب عنك ومش عايزه كلام كتير، انت سامعاني ولا لا؟ يا ماما ايه اللي يخلينا نقعد هنا بس؟ ما احنا حياتنا كده كده في مصر، يبقى نيجي هنا ناخد اللي لينا ونتكل على الله بقى. يا بنت انت عبيطه، هي بيضه هنمد ايدينا في السله ناخدها؟ ده الموضوع كبير قوي يا زينب، عشان خاطر يا حبيبتي اعملي اللي انا بقول عليه من غير اي مناقشه. طيب بس انا من حقي بقى ان انا افهم. هفهمك بعدين بعدين. شمس تعالي. ايه يا رب؟ امك فين؟ ها؟ اهي فوزية. نعم يا اخوي. جبريه فين؟ جبريه عيانه. ها؟ بقول لك ايه؟ توضبي الاوضه الكبيره عشان كريمه هتقعد فيها هنا على طول. نعم؟ تقعد هنا فين؟ هنا يا فوزية، في البيت الكبير. مش ده برضه بيت عبد الله ولا انا غلطانه؟ وهتسيبي مصر؟ خلاص يا حبيبتي، ما بقاليش حد في مصر ولا ليا حاجة هناك. قلت أجي هنا البيت الكبير في حضنكو، في وسط أهلي، في وسط عزوتي، ولا إيه يا عبد الحكيم؟ عين العقل يا كريم. عندك رأي تاني يا فوزية يا أختي؟ الحق يما. كريمة مرات عمي ناوية تقعد هنا في البلد على طول. ما تقعد. ما تقعد؟ دي ناوية تقعد هنا في الدار وأبويا قال فضلها الأوضة الكبيرة. هو قالك ده؟ أيوه قالك ده. وعمتك فوزية قالت إيه؟ عمتي هتقول إيه بعد اللي قال أبويا؟ ولا ليها رأي. قالوا إيه؟ جاية وجايبة بنتها في ديلها. أنا مش مطمنة، حاسة إن في حاجة هتحصل بعد الكلام ده. طب روحي روحي. خبريها كريمة؟ ايه اللي في راسك وهتعمل ايه؟ اهلا وسهلا. نورتينا، تفضل. شكرا. انا اسف دخلت عليك شوية. ما فيش مشكلة، اتفضل. شكرا. مستنياك، عمال افكر في كل اللي كان بينا زمان. عارف احلى حاجه في حياه الانسان ايه؟ ايه؟ ذكرياته القديمه. صحيح، هو الواحد مننا ايه غير شويه ذكريات كده ملمومه على بعض. الله، ذكريات ملمومه على بعض. طول عمرك بتقول كلام كده بيدخل على القلب على طول. فاكر كنت بتحب الفلسفه وانتي كنت بتحب تتكلمي وتسألي كتير كمان. هو احنا بنعيش الزمن ولا الزمن هو اللي بيعيشنا؟ فاكرة رواية اللقاء التاني؟ قوي. كنت بحب اسمع مزيكا وانا بقراها. شرايط ايام الشرايط والكاسات، انت عارفة انه لسه عندي منهم؟ جلال الدين الرومي والتبريزي. يا ده انت فاكرة كل حاجة. عايز اقول لك على سر، عارفه اول مره قريت جلال الدين الرومي السبب كان انت؟ كذب. انا عرفت بعدها انك كنت مؤمن بكل اللي بيقوله اصلا من قبل ما تعرفني. سليمان كان قال لي كده. مش حقيقي؟ لا حقيقي. لا، هو قال لك كده عارفه ليه؟ عشان يوهمك. أقول لك إنه بضحك عليكي عشان يخطفك وياخدك مني. وتفتكر إنه قدر؟ جمان، أنا عايز أمشي. وأنت توترت كده ليه؟ أنا مش قصدي حاجة وحشة على فكرة. هو سليمان هيجي إمتى؟ ما تخافش، انا قلت له ان احنا هنتغدى مع بعض، انا ما بخبيش حاجه عليه. قول لي بقى،
بتحب مراتك؟ ايه بس اللي جالجك؟ بجاية كريمة هنا وقرارها مش سهل. خليه انت سهل. ازاي؟ اتعامل عادي بنية صافية وقلبه بيض وخلاص. عاوزة تيجي تقعد في بيت العيلة حقه وبناتها كمان حقه. وانت لازم تبقى حن عليهم من ابوهم الله يرحمه. والله ده اللي انا ناوي اعمله فعلا. طب وفلوس عبد الله؟ اللي هم عايزينه ياخدوه. لكن ارض وفلوس في يدهم لا. اهجاك تقعد عندك وكتفها يبقى في كتفك وتاخد منك اللي هي عاوزاه. والله لو حطيت يدها في السياله وخدت اللي هي عايزاه ما حقول لها لا. مصدقك. بس في سؤال عايز اساله لك وعايز اجابه عليه صريحه وسريعه. اسال يا اسحاق. انت ليه وافقت ان كريمه وبناتها يجوا يقعد عندك بسرعه كده؟ اكيد في حاجه في دماغك. ربك والحق. قول الحق. لما كنت في مصر قبل عبد الله اخويا الله يرحمه ما يموت شفت البنات كده عينيها جامده ومفتح زياده عن اللزوم وكريمه مش هتقدر تحوط عليهم. بس ايوه يعني لما كريمه تقعد هنا البنات هيجوا يروحوا ويبقوا تحت عينيا. بس ايوه بس هات من الاخر ولا اقول لك انا؟ هتقول ايه يا اسحاق؟ انت عاوز تتجوز كريمه صح؟ تتجننت يا اسحاق؟ طالما قمت واتنفضت من مكانك كده تبقى ناوي على كده. كنت ناوي على ايه يعني؟ مش غلط يا عبد الحكيم. عشان تعرف ان انا فاهمك كويس. شوف المشكله مش انك تتجوز كريمه، ده عادي ومن حقك. بالعكس ده ممكن يهدي الامور. بس هي توافق. المشكله في جبريه. لو عرفت انك انت بتفكر في كده هتعمل ايه؟ انت اتخبلت يا اسحاق. جبريه مين دي اللي عامل حسابها؟ بالراحه طيب، بلاش تاخذ الامور على الحامي. خليك واحده واحده. ايه انا بقول لك ده برضه. عايزاني اقعد معاها هنا. عين العقل. هو ايه ده اللي عين العقل؟ هقعد هنا اعمل ايه؟ وانتي ليكي ايه في مصر يا زينب؟ شغلي برضو. سمعت من امك انك ما طايقاش الناس اللي فيه، وبعدين انتي لازم تبقي مع امك في البيت ده، ما ينفعش تهمليها لوحدها، دول ياكلوها لحم وعظم صدقيني. لا مش هينفع. لازم ينفع. الا قولي لي هو انتي اخبارك ايه مع مروان؟ مروان طلقني. رسمي يعني؟ لا. طيب ما هو كده ممكن يرجعك في أي وقت. ما عارفاش. بس أنا لا يمكن أرجع له تاني أبدا. وبعدين هو لو ما طلقنيش رسمي أنا هرفع عليه قضية طلاق. خلع أسهل. خلع مين؟ طلاق طبعا. أنا ليا مؤخر ولازم أخده. لا ده انتي ناويها بقى. ناوية؟ ده انا ناوية بعتر بكرامة اللي جابته الأرض. أنا كنت فاكرة إن انتي بتحبيه يا نادي. حبيه وزفتيه. اللي يمشي ورا قلبه يستاهل ضرب البلغ. بلا وكسة. يا ريتني قعدت جنب أبوي. نادية بلاش بقى الكلام ده. انت كده هتخليني اصدق ان مروان فعلا كان عنده حق انه يطلقك. عنده حق. تصلك ما فهماش حاجه. ده انا مجهوره قهره اللي ادالك طبخها وهو اخر زادها وزاد عيالها. ليه بس كده؟ اللي ما تجيبش عيل في البلد اللي زي بلدنا دي يبقى ملهاش لازمه ولا يقولوا عليها ست حتى لو مش هي السبب. معلش يا نادي ما تحطيش انتي بس في دماغك. انا ما حطاش في دماغي. بس امه حاطه في دماغها وعمتك حاطه في دماغها وابوه والبلد كلها وانا محطوطه فوق دماغ الكل. وهاتيك يا جلد فيا ليل ونهار. كلمه من هنا على كلمه من هناك واللي يبص واللي يصغر
لما جدي تتهرت كانك بتضربيني بكرباج منجوع بزيت مغلي. طيب وهو مروان فين من كل اللي بيحصل ده؟ هيعمل ايه؟ مروان هو السبب في عدم الخلفة؟ الدكتور قال ان محدش فينا السبب، بس محدش عاوز يصدق. بيجي الكل يقول ان نادية هي السبب، نادية هي اللي أرض بور، أرض ناشفة. كفاية بقى، أنا ما بحبش أسمع الكلام ده. اسمعي مني، جرشك ونفسك وبس، هو ده اللي أنا اتعلمته. مش قادرة أقولك يا نادية، الناس اتغيرت قد إيه بعد اللي حصل لنا ده. يبقى بيت عبد الحكيم وتجارته واللي في يده ويد مرته وعياله لازم يبقى في يدك انت واخواتك. اسمعي مني. مش هصدقها. ليه الفرد الغريب ده؟ مش عارف، كان نفسي احب الحب ده بتاع زمان. تكتب جوابات وتسمع اغاني. صح؟ صح. حلو جدا. فاكرة أكتر فيلم أنا بحب أشوفه؟ عاشت للحب. طب حدوتة من دي؟ لا كده صعبة، شجرت اللي بلاك. صح. طب ممكن أسألك سؤال بس ما تكذبش عليا؟ عمري ما كذبت عليك. أنت لسه ما لقيتش اللي تحبه صح؟ خايف تتكلم معايا، بس خلي بالك انت طول عمرك خايف وساكت، وسكوتك ده هو اللي مضيع كل الحاجات الحلوه من ايدك. كمان انت عايزه مني ايه؟ دي تاني حاجه بتخلي اللي يحبك يبعد عنك. هقولك على حاجه والمفروض اصلا ما اقولهاش وانت تفهمها لوحدك. مستحيل واحده هتيجي تقولك انها بتحبك كده الا اذا انت فتحت السكه. مستحيل هتعيش مبسوط وراضي وتوصل للي انت عايزه الا اذا جربت وصريت وما خفتش. انا عمري ما خفت. انت طول عمرك خايف. لا مش حقيقي. لا حقيقي. تنكر انك كنت بتحبني؟ تنكر انك فضلت مستني لحد ما اتخطبت لسليمان ومش انت اللي قلت انا اللي عرفت وبرضه استنيتك وما جيتش؟ عايزاني اعمل ايه؟ عايزاني اعمل ايه؟ اجي اقول لك ده انا بحبك وانت على ذمه راجل تاني؟ يعني اديت لنفسك الحق ان انت تحب وتسكت من غير ما اللي قدامك يعرف ولا لا؟ عشان كده غلط. وايه الصح بقى؟ انك تخليني اتجوز واحد عمري ما فكرت اللحظه ان انا اعيش معاه؟ ايه هتمشي؟ لا انا غلط اني جيت. زي ما غلطت انك سكت صح؟ اسمعي ما فيش داعي للكلام ده. لحد امتى هتفضل ساكت كده وعايش زي الميتين؟ ايه ابوك اللي بيحركك، تقدر تقول لي ايه اللي في حياتك انت بتاخد القرار فيه؟ حتى في الحاجات اللي بتخصك انت ما بتعرفش تاخد قرار فيها، بتفكر مليون مره. وانا عارفه ومتاكده انك حاولت تتجوز غير مراتك وما عرفتش، ولو فعلا عملتها هتبقى عشان تحس ان انت راجل مش خلاص يا جمال. هو غلط اني اعمل حساب للناس اللي ليا؟ زي ما قلتي انا بفضل ساكت ما بتكلم شيء. نفسي في يوم اطلع الكلام اللي جوا صدري بسمع وما بقولش انا كده وده مش غلط. ايه الصح بقى؟ ان انت في السن ده والعمر ده لسه مستني الحياه ومستني الفرصه ومستني الحياه الحلوه اللي تعيشها ولا ايه؟ مروان اسمعني، عايزه اقول لك حاجه. استنى بس، انت لازم تعرف حاجه، ان انا في يوم فرح ولابسه الفستان ومستنيه سليمان يجي ياخد، كنت مستنياك انت تيجي وتقولي ان انت بتحبني وعايز. عارف ساعتها كنت هعمل ايه؟ كنت هسيبه واسيب الدنيا كلها واجي معاك انت، بس انت كنت متردد زي ما دلوقتي متردد في كل حاجه. عارفه كان نفسي بس اشوفك لابسه نبله. والله سامحيني. عارفه انا عايز ايه؟ ايه؟ عايز ادخل اخد دش وغير هدومي وانام. يا سلام، وامي بقى تيجي تلاقيك كده تقوم قاتلاني بسكينه انا وانت، مش كده؟ بقول لك ايه؟
ما تيجي نتجوز. انا مش هتجوز حد ما بحبوش يا حسن. وانا اتكره بصراحه يعني ما تتكرهش، بس امي مش هتوافق عشان اللي بيننا. ومن قال ان امك لازم تعرف؟ انت بتصيع عليا بقى. مين قال كده؟ احنا نتجوز لحد ما الامور تهدى، وهتهدى انا عارف، ساعتها نقول لهم. محدش هيقول لا. امك تقول عليا فلتانه وضحكت عليك وما لقيتش حد يربيني، وامي بقى تقع من طولها ميته، وبقى انا اللي جبت العار للعيله مش كده؟ ايه الكلام القديم ده؟ كلام قديم؟ وحياتك انت عند امك هو ده اللي هيحصل. طب بذمتك في اتنين في الدنيا متفاهمين زي انا وانتي؟ بصراحه لا. طب ايه؟ موافقه بس بشرط. اشرطي. يبقى رسمي وعند مأذون، ومفيش دخله يا حسن الا لما يعرفه. وانا ما عنديش مانع، انا كل اللي يهمني ان ابقى مطمن انك معايا. ماشي. ها انا لو قتلتك دلوقتي مش هاخد فيك يوم، وهقول ان انت كنت عايز تعتدي عليا.